أهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك من سفر أعمال الرسل أصحاح 23. بعد ما الجنود الرومانيين ما أنقذوا بولس من اليهود وخدوه المعسكر، يقول كده الكتاب: وفي الليلة التالية، آية رقم 11 أعمال الرسل 23، وقف به الرب وقال: ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. يعني مفيش حد يقدر يوقفك، مفيش حد يقدر يمنعك من أنك تكمل شهادتك لي. ولما تقرأ أعمال الرسل أصحاح 23 تلاقي تاني يوم بولس عرف ان في كمين معمول لي من يهود متعصبين جدا، 40 واحد عاملين كمين لي، وقرروا انهم يظلوا صائمين لحد ما يقتلوا الرسول بولس. المعنى مشجع جدا، إن قبل ما بولس يسمع أخبار مخيفة مرعبة، 40 واحد دول مش واحد ولا اتنين، دول 40 وجواهم إصرار إنهم يقتلوا بولس بسبب التعصب بتاعهم، وصايمين مش هياكلوا حاجة، قرروا ما ياكلوش حاجة غير لما ينهوا على الرسول بولس. بس قبل ما بولس يعرف ان في كمين معموله من 40 شخص لقتله، الرب سبق وشجعه وطمنه وقال له: لا، ما حدش انت اناء ليا، ما حدش يقدر يكسر هذا الاناء، ما حدش يقدر يعطل استخدامي ليك. كما شهدت لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. عزيزي المشاهد، دايما الرب يدينا وعود عشان لما نسمع حاجات مخيفة، دايما الرب يدي الوعود قبل ما تتعرض للضيقة أو قبل ما تسمع شيء مخيف، يدي لك وعد تمسك بهذا الوعد. يقول الكتاب قبل ما يسمع ان في مؤامرة لقتله كان الرب طمنه، عشان الرب بيحبنا دايما بيطمننا قبل ما يحصل اي حاجة، قبل ما تواجه مشكلة. لو انت ليك علاقة حقيقية مع الرب، قبل ما تواجه المشكلة الرب هيعدك ليها، وقبل ما تسمع اخبار مخيفة الرب هيعدك بوعود تطمنك. والوعد هنا ان مفيش حد يقدر يوقف استخدام الرب ليك. الرب بيقول لبولس: كما شهدت لي في اورشليم، هو اتمسك في اورشليم وكان عايزين يموتوه في اورشليم، والرومان انقذوه في اورشليم، والكمين كان هنا في اورشليم، بس الرب قال له: مفيش حد يقدر يمنع استخدامي ليك، انت اناء نافع لي وستظل نافعا لي. عزيزي المشاهد، حط حياتك في ايد الرب واطمئن، قل للرب: استخدمني لاشهد لك بكلماتي او باعمالي، او بكلماتي واعمالي كما تحدد انت. قل للرب كده: اريد ان اكون شاهدا ليك، الناس تشوفني
أو الناس تسمعني فتقترب إليك. عايز أشهد ليك، أشهد ليك إنك أنت اللي بتريح، أشهد ليك إنك أنت اللي بتعالج، إنك أنت اللي بتشفي، إنك أنت اللي بتحرر، إنك أنت اللي بتدي الحياة الأبدية مجانا. عزيزي المشاهد، ضع نفسك في إيد الرب كده وقول يا رب حط نفسي في إيدك، استخدمني لأكون شاهدا لك. سواء انت اللي تحدد بالكلام او بالسلوك، حياتي تجذب الناس ليك او بالاتنين، انا بسلم لك نفسي واريد ان اكون شاهدا لك، وبعلن ايماني ان مفيش قوة تقدر توقف شهادتي ليك. مفيش قوة. ليه؟ لان الرب قال له كده، وعد فيش حاجة تقف قدامك يا بولس كشاهد لي. ثق يا بولس، ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم، لا، مؤامرة القتل لن تنجح، مؤامرة إيقاف شهادتك لي لن تنجح. كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. عزيزي المشاهد، الشيطان الرب عايز يقودك، والشيطان عايزك تفشل. اعلن ايمانك الان وقول كده، كل اللي بيعمله ابليس لايقاف استخدام الرب ليا يفشل فيه ابليس، وكل اللي بيعمله ابليس عشان اطلع بره مشيئه الرب يفشل فيه ابليس، وقيادة الرب ليا تستمر من أورشليم بلغة أعمال الرسل 23 إلى روما. عزيزي المشاهد، تعالى معي الآن إلى صموئيل الثاني أصحاح 13. شفنا أمنون بيغتصب أخته اللي مش شائقته سمار بسبب الشهوة اللي امتلأ بيها، وقلنا ان ده ما كانش حب حقيقي، ده كان بيحب نفسه. فبعد ما اغتصبها من اجل الشهوة كرهها جدا. ليه؟ لانه شاف فيها خزي، شاف اللي عمله معاها خزي ليه، وخاف من العواقب والنتائج. بدل ما يلوم نفسه، بدل ما يعترف بأنه هو الغلط، لا، اعتبر ان هي الغلط رغم ان هي ملاش اي ذنب. وبعدين راح طردها بعد ما اغتصبها، رفض ان يتحمل المسؤولية، رفض ان يتحمل مسؤولية ما فعل، وطردها علشان حاجة من الاتنين، يا إما هي ما تتكلمش في الموضوع، أو يدي انطباع للناس إنه طردها عشان هي جاية توقعه في الخطية. عكس الدنيا يعني، هي راحت له لأن أبوها قال لها روحي له عشان ده عيان ومحتاج إنك تقدمي له أكل. إنما سمار كانت شجاعة جدا وأعلنت ما حدث، كان عندها شجاعة. هو مش قادر يتحمل المسؤولية، وقالت له إنك أنت ما تتحملش المسؤولية ده، إذا كان الاغتصاب ده شيء بشع شر، قالت له كده، فإنك ما تتحملش مسؤولية ما فعلت ده شر أكبر، هذا الشر بطردك إياه هو أعظم من الآخر الذي عملته به. مش عايز يتحمل المسؤولية، ودي ناس كتير كده تعمل الغلط ومش عايز يتحمل المسؤولية. عزيزي المشاهد، لو أنت عملت أي أذى لأي شخص لازم تتحمل المسؤولية،
وتقول لي طب اعمل ايه؟ اقول لك روح للرب. انت اذيت يبقى عليك مسؤوليه. طيب تعمل ايه عشان تتحمل هذه المسؤوليه؟ اروح للرب، ما ينفعش لوحدي، والرب يقودني في تحمل مسؤوليه اخطائي ويساعدني ويأيدني في تحمل مسؤوليه اخطائي، بس مش لوحدي، لوحدي هضيع، مع الرب. تقول لي طب ما انا اللي غلط، اقول لك اه بس الرب مجرد انك تعترف بانك غلط لا يقف معاك. طالما تيجي للرب وتقول له انا بتحمل المسؤوليه وعايز، مش عايز اتهرب من مسؤوليه ما فعلت، الرب هيساعدك، الرب هيقودك، لأنك من أولاده. صحيح أنت غلط، لكن أنت من أولاد الرب، مالكش غير الرب، تروح للرب. والرب قال لا أهملك ولا أتركك، والرب يستخدمك في تحمل المسؤولية بتاعة أخطائك، سواء أخطائك بقى تجاه أولادك، أخطائك تجاه صديق ليك، أخطائك للشغل اللي انت بتشتغل فيه، بوظت حاجة، اهملت حاجة. لا، لازم نتعلم ان احنا نبقى عندنا شجاعة الاعتراف بالخطأ، ومع الرب اقدر اتحمل التبعيات والرب هيساعدني. انما هنا امنون اغتصب اخته الغير شقيقة سمار وطردها، وهي كانت شجاعة، ما تكتمتش الموضوع، أعلنت عندها بصورة واضحة. كانوا بنات الملك داود اللي ما تجوزوش اللي زيها، كان ليهم لبس خاص، لبس ملون وطويل، إكمامه طويلة. الكلمة يعني بالعبري بالدارسين بيقولوا انها تعني هذا، كانت لابسه اللبس الملون ده، راحت عملت ايه زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت؟ مزقت الثوب الملون، وعلى طول الثوب الملون ده يفكرك بالقميص الملون بتاع يوسف، عشان تعمل مقارنة بين القصتين، بين قصة يوسف وبين قصة سمار. وعملنا المقارنة دي في حلقة سابقة. إنما الثوب الملون ده يخليك كده، يعني كأنه بيشاور يقول لك ادرس القصة دي وادرس قصة يوسف، لما امرأة فوتيفار ادعت عليه و ظلمته، وهو انتصر في هذه المعركة. يقول الكتاب انها مزقت الثوب الملون اللي كانوا بتلبسوه البنات، يعني عايزة تقول ان انا لم اعد عذراء بعد. ووضعت يدها على رأسها، ودي تعبير عن انها في ظروف قاسية صعبة، ده تعبير كان موجود في ذلك الوقت. وقعدت تصرخ 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 تصرخ، هنا بتعلن، بتعلن ايه؟ بتعلن انها اتأذت. وزي ما قلت لك ما راحتش لأبوها، اتجهت الى اخوها الشقيق لها اللي اسمه أبشالوم، وأبشالوم كان يعز أخته الشقيقة دي جدا. تقول لي عرفت إزاي؟ أقول لك إنه لما أنجب بنت سماها سمار باسم أخته، فدي أخته شقيقته، كان بيعزها جدا جدا جدا، ولما شافها بالحالة دي فهم على طول إن اللي حصل لها ده، ما هي لما مزقت السوق بتاع الملون ده، ده شهادة انها لم تعد عذراء،
يعني ده يلمسوه بس نساء النبي بنات الملك العذارى كان يلبسن جبات مثل هذه اللي هو الثياب الملون. على طول مخه راح لمين؟ راح لأخوه الكبير غير الشقيق اللي هو أمنون، وقال لها كده احنا مش هنعمل فضايح للعيلة بتاعتنا، فتعالي بقى انت تعبانة نفسيا تعالي عيشي معايا. أقامت في بيت أبشالوم أخيها، تعالي عيشي معايا. وزي ما قلت لك أبشالوم ما بينش أي حاجة، ما بينش إنه أبشالوم غضب من أجل أخته، لكن ما بينش ده، واعتبر كأني أدى إيحاء إن كأني مفيش حاجة حصلت. يقول لك ولم يكلم أبشالوم أمنون أخوه غير الشقيق اللي اغتصب سمار بشر ولا بخير، يعني كأن مفيش حاجة حصلت، بس هو عمل كده وجواه بيغلي. ده الغضب بقى اللي اسمه يسميه الرسالة العبرانيين جذر مرارة جواه. هو عزيزي المشاهدي بجواه جذر مرارة، عندك مرارة من شخص، لا لازم تروح للرب عشان يشيل من جواك المرارة. ليه؟ لأن المرارة دي هتتعبك، المرارة المكتومة دي هتتعبك، ما تخليش مرارة من إنسان تعيش معاك ولا يوم واحد. تقول لي ده أذاني، أقول لك خلاص الرب بيقول لك لا تنتقم لنفسك، أنا في الموضوع ملكش دعوة، أنت أعطوا مكانا للغضب بتاعي. الرب بيقول كده، الرب بيقول كده، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء. والرب عايزنا مليانين سلام. المرارة بقى نحدد، ضايقني المرارة زي مرارة أبشالوم دي خطر جدا جدا جدا، رغم أن أبشالوم كان بارعا في التمثيل. يعني بعد كده لما ندرس اللي حصل بينه وبين داود لما حب يعمل ملك بارع، فهنا مثل ان ولا الموضوع حمه ولا كأن في حاجة حصلت، بينما داود الأب لا بان عليه، يقول لك اغتاظ جدا لما سمع، لكن عمل حاجة شوفنا في الحلقة اللي فاتت ما عملش، لم يتحمل مسؤوليته كأب ولم يتحمل مسؤوليته كملك، كان لازم يعاقب أمنون، كان لازم يعاقبه، كان لازم يعاقبه ويجري العدل. دي بنته، كان لازم يعاقب ابنه العمل كده في بنته، تغاضى اكتفى بالغضب، والغضب ده ايه؟ ولا حاجه. يا ما ناس بتعمل كده، تغضب وتعمل وفي النهايه ما بتعملش حاجه. فداود ماشي في مسلسل الاخطاء، ده خطا، ده خطيه، لان الملك الحاكم لازم يبقى عادل، هو مش عادل، هو لم يكن عادلا في انه كان امنون ما عملش اي حاجه. طب اخوها مثل ان الموضوع مش مؤثر عليه، يقول لك لم يكلم ابشالوم امنون بشر ولا بخير، لكن الحقيقه ان جواه يقول لك ابغض امنون، عنده اصل جذر يعني مراره من امنون، كراهيه من امنون، من أجل أنه أذل، ده الاغتصاب، سمار أخته. يبقى إذن الأخ الشقيق متضايق جدا وعنده بغضة، شقيق سمار من أخوه اللي مش شقيقه،
أمنون، لكن بيمثل إن الموضوع مش هم، ما طلعش منه أي كلمة لا بخير ولا بشر، وكان الموضوع ولا هو هنا يعني لا يعني. داود لما سمع اتضايق وبان عليه الضيق، لكنه كان سلبيا ما عملش أي حاجة. وده مسلسل أخطاء داود اللي كل خطأ يقود لكارثة. يعني لو داود اتصرف في الوقت ده وجاب أمنون وسجنه مثلا زي ما، وتصور القصة دي حصلت في أي بيت آخر وهو كمالك لابد أن يحكم، كان هيعمل إيه؟ لو تصرف مع ابنه بهذه الطريقة كان منع الكوارث اللي جاية، لكنه كان مغلوب من عاطفته نحو ابنه، زي ما بنقرأ عن عالي الكاهن اللي ربى صموئيل، كان برضو مغلوب من عواطفه ناحية أولاده كانوا كهنة بيعملوا الخطية حوالين خيمة الاجتماع وبيغتصبوا من الذبائح، ولأنه بيحبهم اتغلب من عاطفته ليهم، ما انتعرهمش ما أدبهمش. يعني هنا داود غلطان زي علي ما أدبش أولاده وداود ما أدبش ابنه، خطأ. وده كأب، وكملك ده خطأ آخر بقى، كملك لابد أن يجري العدل، لم يجري العدل. الخطأ بتاع داود ده قاد إلى كارثة. يبقى دي رسالة لينا كآباء كأمهات، لما نقف ضد أولادنا في الغلط إحنا بنحبهم. رب قال كده، أو رسالة العبرانية قالت كده، الذي يحبه الرب يؤدبه. أتعلم إن الحب الحقيقي في عصايا. حب داود لأمنون ما كانش زي حب الرب لينا، لأنه لم يستخدم العصا مع أمنون. باسم الرب يسوع، عواطفنا ما تخليناش زي ما عمل داود، خليته ما يطعش الرب وما يجريش العدل. باسم الرب يسوع عواطفنا نقف قدامها، لما تبقى العاطفة تطلعنا بره مشيئة الرب هتخلينا نكسر وصايا الرب. عزيزي المشاهد، أكمل معاك في الحلقة القادمة. إلى اللقاء، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب أغلق الباب وافتح النافذة، هدية مجانية من خدمة أطهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-2-577-88. وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.